انا متضايق منك جدا على فكره. ليه؟ انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه، في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا. لما عزم عليا كتير قمت ضربه. عزم عليك انت، قلت له عندك ايه؟ وبعد كده رحت طالب ساحل الفواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو ماله هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يا لهوي. اه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. السوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعمه. تعالى يا راجل، تعالى تعالى. ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه هاني وسيف؟ لا كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش. ساعاتك يعني لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل مواصلات عليك. الله، في الطبيعي يا باشا ما عليا المواصلات كده، مش طبيعي. يلا ضحي بقى، انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي ما بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مروراً بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيدلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لباظك. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه. وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملى الريق كده. ان شاء الله هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كانوا حاسب الطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على إيه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الأعداد اللي كتبهم متكوي بيه الله يرحمه. لا. عدد إيه بقى؟ ها؟ عدد إيه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش إيه الأعداد وإيه البتاع. والله استنى بس هجيب لك. أصل أنا خرجت من غير أكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مليت لي بطني، هقول لك إيه؟ ما أنت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسأل على عدد من الأعداد اللي كتبهم الله يرحمه متكوي بيه. العدد 1000. بس أصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخة كانت متكوي بيه الله يرحمه، والنسخة التانية كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو مبقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت. واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم. معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده.
طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي منين حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. طب في انسى. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول. يا سلام اقرع ونوزه. اتفضل يا اخويا. تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلوله ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا باشا ايه ده انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه. هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شويه بابريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ. ولا يا عسليه انت حلو. قسما بالله يا ضي انت اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. كده سيف انا اتغيرت. اه وعارفه ان ده البيست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي. جايب لي الكلام في ايه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. مصيبه ايه؟ فيها سكريه انت يا حلو. على فكره بيعاكس خطيبتك. يا يا سيف ده مفيش منه خوف. اتبسط يا معلم وفرفش حبيبي. مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيتي يا جماعه هتشتروني في فيتي؟ ده اول حاجه. ماشي. تاني حاجه احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجله ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجله ميكي دي لما تتشقلب وتبقى جديده ومتسلفنه بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى الخمسينيه. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم انا ماليش دعوه. وانا خايف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى. نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد. ناخد العدد ازاي معناش فلوس يا بنتي؟ بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يا نانا. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكله هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1,200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت يا هادي؟ يعني هو انت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الونا الادوي 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده وأقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة هبيع الجزمة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه.